سجلت في الأربعة أشواط الماضية وبانتظار المزيد. وأذكر بالتوقيت الأفضل من خلال هذه الأشواط القليلة الماضية، التوقيت الأفضل ما زال مع الكايدة صاحبة الشوط الأول الرئيسي. وأذكر المشاهدين بأننا نواجه بعض الرياح العاتية التي ربما تعيق التوقيت الزمني في هذا المساء. أيها الأعزاء، الأشواط تتواصل وأخواني المعلقين يتواصلون في التعليق على أشواط هذا المساء، وأحد الزملاء سيتواصل معلقا على أحداث وتداعيات هذا الشوط الخامس. التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه انطلاقة شوطنا الخامس وهو مخصص لفئة الكار. نتعرف وإياكم على المقدمة وعلى المركز الأول. الصدارة مع عالية تعود ملكيتها لهجن الشحانية، وتضمير عالية مع حمد بن علي بن حلفان المري. ننتقل ونتعرف على المركز الثاني. ثانيا تتقدم هنا التزام، تعود ملكية التزام لهجن الشحانية، وتضمير التزام مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الثالث التقدم من زعفرانة، تعود ملكية زعفرانة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني من تتقدم وتحتل المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، الوصول والقدوم من مصيحة لهجن الشحانية وتضميرها مع حمد بن علي بن حلفان المري. أما المركز الخامس، من تحتل المركز الخامس؟ تتقدم عسيلة لهجن الشحانية، وحمد بن علي بن حلفان المري يتقدم كمضمرا لعسيلة وأخواتها. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة الأولى. نعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط. عالية، عالية مع المركز الأول، عالية في المكان العالي، عالية تبحث عن العلو في هذه الرحلة المميزة. يا سلام، عالية لهجن الشحانية وتضميرها مع حمد بن علي بن حلفان المري هو من يضمر عالية، من تتقدم هذه الجموع وهذه المشاركات. بينما تليها على المركز الثاني التقدم من زعفرانة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. وعلى المركز الثالث التقدم في هذه اللحظات من التزام، هذه التزام تتقدم لحظة بلحظة وملتزمة بهذا السير وهذه المقدمة. نعم نعم، مسارها ممتاز والتزامها ممتاز. هذه التزام تقير من المركز الثالث إلى المركز الثاني مباشرة لهجن الشحانية، وتضمير التزام مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الرابع فتقدمت هنا على المركز الرابع، هذه غير مدونة عندنا ولكن هذا هو شعار هجن الشحانية بلا شك، وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الخامسة تتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات، التقدم هناك من الجانب الأيمن، تتقدم فيهم صيحة لهجن الشحانية وتضميرها مع حمد بن علي بن حلفان المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم، نعود إلى مصيحة، مصيحة من غيرت مجريات هذا الشوط مع لائحة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، ومصيحة تقير مجريات هذه المقدمة. نعم هذه مصيحة مع تحركاتها ومع انطلاقها. يا سلام، الله الله على تحركات مصيحة لهجن الشحانية وتضميرها مع حمد بن علي بن حلفان المري هنا مع مقدمة هذا الشوط. ولكن هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات، برزة وصلت في هذه اللحظات، برزة تعود ملكيتها لهجن الشحانية وتضميرها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. غيرت برزة، برزة برزة برزة، برزت برزة بهذا الأداء القوي وهذا العرض المميز. ولكن يا سلام، هناك تحركات من الجانب الأيمن، هناك دخول قوي وملحوظ، هنا ضجة، وهنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من الجانب الأيمن مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. يا سلام، عسيلة عسيلة عسيلة، وهنا برزة، برزة مع المركز الأول، برزة مع الصدارة، برزة برزة برزة، هي من برزت بنفسها. أيها الإخوة الأفاضل، نهني هجن الشحانية على فوز برزة وتحقيقها وبروزها في هذا الشوط بكل جدارة وبكل قوة. المركز الثاني وصلت فيه
عسيلة لهجن الشحنية المركز الثالث. وصلت مصيحة لهجن الشحنية المركز الرابع. زعفرانة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني أم المركز الخامس. فوصلت فيه عالية لهجن الشحنية. تهانينا والناموس لهجن الشحنية على فوزها وتصدرها بهذه الأشواط حقيقة. وهذا العرض المميز مع هذه الهجن المملوكة لهجن الشحنية، ومع أيضا تنوع هؤلاء المضمرين، مشكورين على هذا الأداء. إذن هذه برزة من برزت حقيقة بكل قوة وطردت نفسها بهذا البروز الظاهر والواضح والمشهود أمام المشاهدين. نعم هذه برزة تصل إلى خط النهاية وتقطع المسافة في زمن وغدرها 4 دقائق و40 ثانية، 93 جزء من الثانية ثانيين لهجن الشحنية على فوز برزة بالمركز الأول. كما نهني مضمر برزة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثاني فوصلت فيها عسيلة، قطعت المسافة في زمن وغدرها 4 دقائق و41 ثانية، 17 جزء من الثانية ثانيين والناموس لهجن الشحنية على فوز عسيلة بالمركز الثاني. كما نهني مضمرها حمد بن علي بن حلفان المري. والمركز الثالث وصلت فيها مصيحة، قطعت المسافة في 4 دقائق 43 ثانية وجزءا يتيم من الثانية. ثانينا والناموس